كيف تقرأ ورقة علمية؟ تتكون الورقة العلمية من عدة أجزاء، هي العنوان، الموجز، المقدمة، طرق وأدوات البحث، النتائج، المناقشة، والمراجع. تتطلب كل ورقة علمية مجموعة من وسائل الاستدلال على الافتراضات. قد يكون الدليل إحصائياً أو بفحوصات مختبرية للمرضى أو لمواد كيميائية معينة، أو قد تبرهن الافتراضات بمعادلات رياضية. تنشر الأوراق العلمية في مجلات علمية. المجلات العلمية لا تتضمن صوراً ترفيهية أو إعلانات ترويجية، بل تتميز بتصنيف عالمي يعرف بمعامل التأثير، وتتميز بوجود فريق مختص من العلماء الذين يدققون الدراسات قبل النشر، حتى قد يعيدون القيام بالتجارب والتحليلات الإحصائية. تحتاج الأوراق العلمية بخلاف نصوص الكتب الاعتيادية إلى الاستشهاد بكل تصريح وقول فيها، حتى لو كان الأمر بديهياً. ففي ورقة حول فيزياء الحرارة قد تحتاج إلى الاستشهاد بالورقة البحثية التي أثبتت وجود الذرة في الوقت الذي تتكلم فيه عن طبيعة ذرات المادة. سنبدأ الآن بالمرور على كل جزء من الورقة العلمية ونذكر بعض التفاصيل المهمة. في أعلى الصفحة ستجدون معلومات عن المجلة التي نشرت الدراسة، ومعلومات النشر والتي تتضمن تاريخ النشر والجزء والعدد والصفحات. تساعدكم هذه المعلومات إذا قررتم إعادة نشر نتائج الدراسة أو ترجمتها، كما توفر لكم البيانات التي تحتاجونها للإشارة إلى الورقة كمرجع. أول ما تحتاجون معرفته في الورقة العلمية هو العنوان. يعطيكم العنوان فكرة شاملة عن موضوع الدراسة ومجالها والمكان الذي أجريت فيه، كما يساعدكم على البحث عن الدراسات الأخرى المشابهة. قد يكون العنوان سؤالاً أو جملة تثبت أو تنفي ظاهرة أو فكرة ما. هذه الورقة العلمية مثلاً تتناول موضوع شيوع الاكتئاب بين طلاب جامعة تركية. معلومات الناشرين مهمة أيضاً، فستعرفون منها أماكن عملهم ودرجاتهم العلمية ومعلومات التواصل معهم. يعد الموجز من أهم أجزاء الورقة العلمية، وهو جزء أساسي في جميع الأوراق. يلخص الموجز مجال الدراسة وأهدافها وطرق البحث، ومعلومات عن نوع العينة وعددها والمكان الذي أجريت فيه الدراسة. أيضاً يلخص الموجز النتائج والاستنتاجات. قد يغنيكم الموجز عن مواصلة القراءة أحياناً، وقد يمدكم بالمعلومات الكافية لفهم بقية الدراسة. الموجز هو صورة مصغرة من الورقة العلمية. يقوم الباحثون بجمع المعلومات المتوفرة عن موضوع الدراسة وتلخيصها لبناء معرفتهم الجديدة ولطرح الأسئلة والفرضيات. تنشر هذه المعلومات فيما بعد في مقدمة الورقة العلمية. يعطيكم هذا الجزء صورة عامة عن الدراسات الأخرى السابقة في نفس الموضوع، مثل التعريفات، المفاهيم، النظريات، الإحصائيات العالمية والمحلية، وفرة المعلومات أو ندرتها، المعلومات عن المواد الداخلة في البحث أو أعضاء الجسم، أو البراهين الرياضية، أو أيا كانت المعلومات السابقة بحسب مجال ومادة الدراسة. تنتهي المقدمة غالبا بالثغرات المعرفية التي أراد الباحثون سدها وبالأسئلة التي أرادوا إجابتها. هذا الجزء مهم جدا، وأهميته للباحث أكبر من أهميته للقارئ نظرا لوفرة المراجع فيه. لا تحتوي المقدمة على أي معلومات عن النتائج أو الخلاصات. طرق البحث. يأتي هذا الجزء مباشرة بعد المقدمة. هنا ستجدون معلومات مفصلة عما يلي: مكان الدراسة ونوعها، مادة الدراسة مثل الجنس، العمر، الأمراض، الحالات الاجتماعية
وأدوات الدراسة كالاستبيانات والتجارب وطرق الاستنتاج الرياضي والمنطقي ومتابعة المشاهدات، وأيضا طرق جمع البيانات والبرامج المستعملة في تحليل البيانات مثل إكسل وSPSS، والاعتبارات الأخلاقية مثل السرية والضرر وحرية المشاركة. الجزء الأكثر أهمية في الورقة العلمية هو النتائج. في هذا الجزء يذكر الباحثون بالتفصيل الدقيق نتائج دراستهم وكيف توصلوا إليها. يتميز هذا الجزء بكثرة الجداول والرسوم البيانية. غالبا يفصل الجدول الأول بيانات الفئة المدروسة ويقارن بين المجموعات، وتحتوي الجداول الأخرى على أهم النتائج التي ترتبط مباشرة بأهداف الدراسة. في معظم الدراسات يأتي الجدول أولا ثم تتبعه التفاصيل المكتوبة. وقد تحتاجون إلى معرفة بعض المصطلحات الإحصائية مثل المتوسط الحسابي والدلالة الإحصائية لفهم هذا الجزء إذا كانت البحوث إحصائية. في جزء المناقشة تفسر النتائج وتشرح. في هذا الجزء يقارن الباحثون نتائجهم بنتائج الدراسات السابقة. الاستنتاجات. غالبا تذكر الاستنتاجات والتوصيات في الموجز ثم تعاد بعد المناقشة. في هذا الجزء تذكر النتائج الأساسية فقط. في هذه الدراسة ذكر الباحثون أن شيوع الاكتئاب كان مرتفعا بين الطلاب ووصل إلى 21.8%، وأشاروا إلى الحاجة إلى زيادة معرفة الطلاب عن الاكتئاب بواسطة البرامج التعليمية. تضارب المصالح. في هذا الجزء تذكر الحالات التي يمكن أن تؤثر في مصداقية الدراسة ودوافع الباحثين. المراجع. هذا هو الجزء الأخير من الورقة العلمية، ويجمع كل المصادر التي استعملت في الدراسة. في الورقة العلمية قد نجد عددا كبيرا من المصادر قياسا بحجم النص، بخلاف الكتب العلمية التي يكون فيها الكاتب أقل التزاما بذكر المصادر. ذكر معلومة معينة بدون ذكر مصدرها لا يعد مقبولا في الأوراق العلمية، وكذلك نقل النصوص حرفيا من مصادر أخرى. قد تكون المصادر مرتبة ترتيبا أبجديا أو حسب ترتيبها في النص. ستحصلون في هذا الجزء على المقالات العلمية والكتب التي جمعها الباحثون وأخذوا منها معلوماتهم.